السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة الصف الثاني صناعات غذائية، أهلا وسهلا بكم في حلقتنا النهاردة. والحلقة النهاردة هتكون مادة المستخلصات الغذائية والعطرية. المادة دي مادة حلوة جدا وجميلة، كلها معلومات قيمة ومعلومات شيقة جدا. الطالب فيها هيكتسب المهارات وهيكتسب المعرفة الخاصة بعملية المستخلصات الغذائية والعطرية. الهدف من هذه الوحدة أو من هذا المنهج في أهداف كتيرة جدا هنتطرق ليها. أول هدف إن الطالب يعرف يعني إيه كلمة مستخلصات غذائية وعطرية، يعرفها يعني إيه هي، يعرف الصناعات القائمة على هذه المادة، إيه هي الصناعات القائمة على المستخلصات الغذائية والعطرية. الطالب برضو بيعرف ايه هي المجالات اللي القائمة على هذه الصناعة. الطالب بيعرف ايه هي جهود الدولة في النهوض بهذه الصناعة. برضو الطالب في هذا المنهج بيتعلم برضو حاجات خاصة عن البذور، انواع البذور الزيتية وانواع الثمار الزيتية، وازاي ان احنا نعرف نخزن هذه البذور بطريقة جيدة وبطريقة آمنة، علشان لما نيجي نستخلص منها هذه الزيوت يكون الزيت درجة جودته عالية، ما يكونش فيه اي نوع من انواع التحلل، او ان هو يكون بايظ من اساس من قبل ما انت تعمل عملية استخراج للزيت ليه. كذلك ان الطالب هيعرف ايه هي المراحل اللي بيبتدي يعملها الطالب او يعملها الصانع، يعني في المصانع ازاي يستخرج الزيت من بداية، من بداية استلام البذور وعمليات التنظيف لحد عمليات الاستخلاص المختلفة. الطالب هيعرف انواع المختلفة من عمليات الاستخلاص، وهي نوع الاستخلاص اللي يتواءم ويتلائم مع طبيعة البذور او طبيعة الثمار اللي احنا هنبتدي نستخلص منها الزيوت. برضو لابد برضو الجزء من الزيوت الغذائية، المستخلصات الغذائية والعطرية، برضو بتوضح للطالب الصبغات الطبيعية والصبغات الصناعية، الالوان وايه هي شروطها والراتنجات والتنينات ومعناها ايه، هذه المصطلحات الكبيرة وايه اهميتها ليها. ده اللي احنا ان شاء الله هنتطرق ليه وهنعرفه في هذا المنهج، منهج المستخلصات الغذائية والعطرية. بداية عايزين نعرف كده يعني ايه كلمة مستخلصات غذائية وعطرية؟ يعني ايه كلمة مستخلصات غذائية وعطرية؟ مستخلصات غذائية وعطرية هي عبارة عن عناصر غذائية مركزة. عناصر غذائية مركزة. العناصر الغذائية دي بنستخلصها أو بنستخرجها منين؟ بنستخرجها يا إما من مصادر نباتية أو مصادر حيوانية. ليه أنا بعمل هذه المركزات؟ هذه المركزات بستخدمها في الاستخدامات الغذائية والاستخدامات العطرية والطبية. يبقى أول حاجة ما أقول لك عرف المستخلصات الغذائية والعطرية هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن عناصر غذائية مركزة تستخلص من إيه؟ تستخلص من مصادر نباتية ومصادر حيوانية، ودي بستخدمها لأغراض كتيرة جدا. أهم هذه الأغراض هي الأغراض الغذائية والأغراض العطرية والأغراض الطبية. طبعا احنا عايزين نعرف كده، طب احنا لو احنا عايزين نتكلم عن مجال ازاي نستخدم المستخلصات الغذائية والعطرية في مجال الصناعات الغذائية. مجال الصناعات الغذائية مجال واسع جدا. احنا مثلا احنا ممكن نعمل مركزات عصائر، مركزات العصائر زي مركز عصير البرتقال اللي خدناه في الصناعات الغذائية. ازاي نعمل هذا المركز؟ برضو ان احنا ازاي بنحسن جودة بعض المنتجات عن طريق اضافة هذه المركزات. ممكن ان احنا بنحسن جودة طعم بعض انواع الاغذية او الحلوى، زي مثلا ان احنا بنحط زيت جوز الهند على حلوى جوز الهند، او ان احنا بنحط زيت الورد على مربى الورد. دي من ناحية مثلا الصناعات الغذائية. عندنا في مجال المجالات الطبية، زمان قدماء المصريين كانوا بيستخدموا المستخلصات دي في علاج بعض الأمراض زي أمراض المعدة. على فكرة الصناعة بتاعت المستخلصات الطبية الغذائية والعطرية دي صناعة كانت موجودة منذ قديم الأزل، أيام قدماء المصريين.
طبعا وجدوا اواني العطور، ووجدوا بعض حتى في بعض انواع في المتحف المصري اللي فيه امراه حاطه في جنب التابوت بتاعها حاطه انيه فيها بقايا، وجدوا فيها بقايا عطر من 4000 سنه قبل الميلاد. شوف قد ايه قد كده، يعني اذا دي صناعه كانت موجوده منذ قديم الازل، هذه الصناعه ابتدت تتطور لحد يومنا هذا، وما زال العلم بيدينا معلومات اكتر اكتر عن الطرق الحديثه في عمليات الاستخلاص. برضو لما اجي نقول ان احنا بنستخدم برضو الزيوت او المستخلصات الغذائية والعطرية في صناعة بعض مستحضرات التجميل، المرأة ممكن تستخدمها في صناعة البرفانات، في صناعة الكريمات، في صناعة الشامبوهات، صناعة الصبغات، كل هذه مجالات واسعة جدا لاستخدام الزيوت المستخلصات الغذائية والعطرية. هنشوف دلوقتي مع بعض المستخلصات الغذائية والعطرية. أول حاجة عندنا أهداف الوحدة. أهداف الوحدة دي هتقول رقم واحد إن إحنا بنعرف أو بنعرف المستخلصات الغذائية هي إيه والعطرية، وكذلك الصناعات القائمة على المستخلصات الطبية والعطرية، وبرضو هنقول إيه هي جهود الدولة لتنمية هذه الصناعة، وايه هي تعريف الطالب بالزيوت النباتيه، ايه هي انواع النباتات او البذور الزيتيه والثمار الزيتيه، كذلك طرق تخزين البذور واستخلاص الزيوت منها. كل ده يعتبر من اهداف الكلام اللي احنا هنقوله في هذه الفقره باذن الله. اول حاجه اما نيجي نعرف يعني ايه مستخلصات غذائيه وعطريه. المستخلصات الغذائيه والعطريه زي ما انا قلت هي عباره عن عناصر غذائيه، عناصر غذائيه بصوره مركزه، توجد فين؟ في صوره مركزه، بنستخلصها من مصادر مختلفه، زي ما تكون قد تكون هذه المصادر نباتيه كانت او كانت حيوانيه، ودي بستخدمها لاغراض غذائيه او عطريه او طبيه. والسؤال ده ساعات بيجي كتير في الامتحان، يقول لك عرف المستخلصات الغذائيه والعطريه. هنقول بعد كده ايه هي الاهميه الاقتصاديه للمستخلصات الغذائيه والعطريه. اول اهميه عايزين نقولها ان هي بتستخدم في الصناعات الغذائيه. ايه بتستخدم في ايه في الصناعات الغذائيه؟ بتستخدم في مركزات العصائر والزيوت، زي ما انا قلت لك من قيمه شويه ان انت ممكن تستخدم مركز عصير البرتقال او تستخدم بعض المركزات الزيوت، زي عندك مثلا زيت الثوم في زيت البصل، كل دي ساعات بالزيوت دي ممكن نضيفها على بعض انواع الاغذيه وبالتالي بتزود من جودتها. طيب في كمان تحسين خواص بعض المنتجات زي ما انا كاتباها كده، اضافه زيت جوز الهند لحلوى جوز الهند، وممكن اضافه زيت الورد لمربى الورد. في عندنا بنستخدمها في صناعه العطور ومواد التجميل، زي ايه؟ زي ان انا بستخدمها في صناعه العطور والبرفانات ومعطرات الجو. برضو بستخدمها في مستحضرات التجميل، وكذلك ان انا ممكن استخدمها كملطف للجلد. ممكن ان انا بستخدمها في المستحضرات الطبيه. المستحضرات الطبيه زي ايه؟ ان كانت بتستخدم في صناعه الادويه وعلاج بعض الامراض، وكان قدماء المصريين بيستخدموها في امراض المعده. لو احنا عايزين نعرف دلوقتي ما هي الصناعات القائمه على صناعه المستخلصات الغذائيه والعطريه، برضو انا هتكلم شويه في هذا الموضوع. الصناعات القائمة على المستخلصات الغذائية والعطرية، أول حاجة عملية استخلاص الزيوت، عملية تقطير، صناعة قائمة بذاتها صناعة استخلاص وتقطير الزيوت، دي كلها عملية التقطير والاستخلاص دي صناعة قائمة بذاتها. عندنا بنعمل فيه أنواع كتيرة جدا من الزيوت بيتم استخلاصها، وكل واحد أو كل طريقة استخلاص تختلف عن الأخرى، ودي طبعا بترجع للعوامل اللي هي طبيعة الثمار أو طبيعة البذور اللي أنا هستخلص منها هذه الزيوت اللي عندنا. عندنا برضو المجال الثاني اللي احنا بنستخدمه، ان احنا بنستخدمه في صناعة بطريقة اوسع شوية، في صناعة الادوية. طب ازاي في صناعة الادوية؟ صناعة الادوية احنا في بعض انواع الزيوت عندك زي زيت الكافور، زيت الكافور ده بنستخدمه في علاج السعال، وبرضو عندنا في زيت النعناع، بس عندنا كمان ممكن تدخل بعض انواع الزيوت في انواع المراهم لعلاج الروماتيزم، برضو الكافور بيدخل في حاجة فيها زي دي.
برضو عندنا في بعض الوجبات بتحضر للناس اللي هي مريضة، اسمها أغذية خاصة للناس المرضى زي مرض تصلب الشرايين، أمراض الذبحة الصدرية. بنستخدم بعض أنواع الزيوت، زي ما عندنا زيت ناتج من بذرة اسمها زيوت الهوبة، بذور الهوبة. دي البذور دي الزيوت الناتجة دي بتستخدم وبتضاف لبعض أنواع الأغذية. طبعا هناك زيوت لا حد لها بتستخدم علشان خاطر علاج بعض الأمراض. طب عندنا كمان احنا ممكن نستخدم الزيوت العطرية او الزيوت المستخلصات الغذائية والعطرية ان احنا نستخدمها في مقاومة الحشرات. طبعا في عندنا حاجات كتيرة جدا، زي عندنا الفطريات وعندنا الحشرات وعندنا ديدان النيماتودة، كل دي ممكن ان احنا عن طريق الزيوت العطريه ان احنا نستخدمها. زي عندك حشيشه الليمون، في عندك اللي هي حشيشه السترونيلا، في عندك البصل العنصل، في الدخان، كل دي بتساهم في ان احنا تقضي على او تبقى طارده للحشرات او تستخدم كسميه لانواع الفطريات والخمائر، ودي حاجه كويسه جدا. طبعا ممكن ان احنا بنستخدم زي ما انا قلت قبل كده ان احنا بنستخدم الزيوت العطريه في صناعه الصابون، الصابون التواليت اللي هو بيبقى ليه ريحه حلوه، ده بنستخدم فيه. بنستخدم معجون الاسنان، معجون الاسنان فيه بزيت زيت النعناع، الحاجات دي كلها، وكريمات صبغات الشعر، كل الحاجات دي الخاصة بالتجميل ممكن ان احنا بنستخدم فيها الزيوت العطرية. برضو في حاجة ان احنا بنستخدم الزيوت العطرية في مجالها واسع جدا في بعض الصناعات الاخرى. زي ايه صناعات اخرى؟ ساعات بنستخدمها في الكاوتش اللي بيتصنع منه، او الكاوتش اللي بيتصنع منه لعب الاطفال. ساعات الكاوتش ده وكاوتشوك ده بيبقى ليه ريحة عطرية، بيستخدم فيه الزيوت العطرية في صناعة بعض لعب الاطفال، في بعض الادوات المدرسية برضو نفس الحكاية. في صناعات أخرى قائمة بكتيرة جدا، عندنا صناعة البطرمانات الزجاجية، في صناعة الكحول، صناعة المذيبات، صناعة السيلولوز، كل دي صناعات كتيرة جدا قائمة على المستخلصات الغذائية والعطرية. يبقى إذن دي تعتبر حاجة مهمة جدا جدا، ولابد من دراستها بطريقة دقيقة علشان خاطر نحن نعرف إيه هي المستخلصات الغذائية والعطرية. عندنا الصناعات القائمة على الصناعات الغذائية، عندنا أول حاجة عندنا صناعة التقطير واستخلاص الزيوت العطرية زي ما أنا قلت من قيمة شوية. في برضو عندنا في صناعة الأدوية زي ما قلت لك دلوقتي، اللي هو الكافور اللي بيستخدم في علاج السعال، وقلت لك كمان النعناع، وقلت لك إن في بعض أنواع زي عندنا بذور أو بذور أو زيت بذور الهوبة تستخدم للأغذية الخاصة بتاعة أمراض القلب وتصلب الشرايين. في كمان صناعة العطور ومستحضرات التجميل، كل حاجة، أنواع البرفانات كلها، معطرات الجو، مستحضرات التجميل الخاصة بالبرفانات وبمعجون الأسنان وبالصبغات، كل دي صناعات قائمة عليها. برضو من ضمن الحاجات قلنا في الصناعات الغذائية، عارفين طبعا في الصناعات الغذائية، وعرفنا صناعة المركزات والزيوت المركزة. في صناعة المبيدات الحشرية زي ما أنا قلت لك قيمة شوية، مبيدات الحشرية عندنا حشيشة السترونيلا دي طاردة للحشرات، في عندك كمان أشجار النيمة برضو ممكن دي بتكون من ضمن الحاجات اللي بتساهم في الناموس النووي، في عندنا كمان حشيشة الليمون، كل دي تعتبر من الزيوت تستخدم في مبيدات حشرية، مش حشرية بس، لا ده كمان في مقاومة الفطريات وفي مقاومة الديدان زي ديدان النيماتودة. في برضو عندنا صناعة الصابون والمنظفات الصناعية، في ساعات المنظفات الصناعية بتبقى ليها روائح مميزة وألوان مميزة، وكذلك صابون التواليت وكذلك معجون الأسنان، كل دي صناعات قائمة على المستخلصات الغذائية والعطرية. لما نيجي نقول دلوقتي صناعات أخرى، إيه هي الصناعات الأخرى اللي أنا قلت عليها؟ زي ما قلت لك من قيمة شوية إني أنا بستخدم بعض أنواع الألوان أو العطور في تعطير الكاوتشوك والمطاط والبلاستيك، الكلام ده كله بستخدمه في لعب الأطفال، يبقى دي صناعة كبيرة جدا. طب في برضه صناعات أخرى زي إيه؟ الصناعات القائمة على المستخلصات الغذائية والعطرية دي حاجة تانية، زي صناعة العبوات الزجاجية والبطرمانات. هي صناعات العبوات الغذائية الزجاجية والبطرمانات، عندنا بطرمانات وزجاجات بألوان مختلفة، كل دي بتساهم برضه المستخلصات الغذائية والعطرية بتدخل في هذه الصناعة.
برضو عندنا في صناعة قائمة اللي هي صناعة الكحول، بتدخل فيها المستخلصات الغذائية والعطرية. في عندنا صناعة تانية زي صناعة ايه، في عندنا صناعة الكرتون، وفي صناعة عبوات التغليف، كل دي برضو قائمة عليها. في عندنا بعض الصناعة زي صناعة الطباعة، ودي تعتبر من الصناعات المهمة جدا، بتعتمد اعتماد كبير جدا على المستخلصات الغذائية والعطرية. في عندك كمان صناعة المذيبات العضوية، يبقى دي كلها صناعات مهمة جدا، صناعة الكرتون وعبوات التغليف، في صناعة الطباعة، في صناعة المذيبات العضوية. لما تيجي دلوقتي نقول بقى حاجة تانية، سؤال تاني، نقول ايه هي جهود الدولة لتنمية المستخلصات الغذائية والعطرية وتحديثا؟ إيه لما اجي اتكلم على هذه النقطة، طبعا اللي انا هقوله لك ان الدولة اهتمت اهتمام شديد جدا بهذه الصناعة. جهود الدولة كبيرة جدا. اول حاجة انها عملت توعية للفلاحين، توعية للفلاحين وارشادات عشان خاطر تزيد الانتاجية، ان هم بيقولوا لهم اي فلاح بيزرع نباتات طبية وعطرية بيبتدي يديله التوجيهات والارشادات ازاي يزرعها، ازاي يقاوم الافات، درجة الحرارة المناسبة للزراعة بتاعتها، ازاي التكنيكات او الفنية اللي المفروض الفلاح يكون عارفها علشان خاطر الانتاج عنده، مساحة الفدان عنده بتزيد، وبالتالي الانتاج عنده بيزيد. دي اول حاجة. برضو البنوك ابتدت تقرض الفلاحين بعض من الأموال عشان خاطر اللي عايز يعمل المشروع الخاص أو يصرف على هذه النباتات اللي هي النباتات الطبية والعطرية، وبالتالي دي حاجة كويسة جدا. برضو عملت الدولة حاجات إعلامية كده، إرشادات إعلامية عن طريق الإعلام الموجه للشباب وللفلاحين عن أهمية المستخلصات الغذائية والعطرية، ازاي ان هو يساهم في ان هو ينشر هذه المعلومات. برضو عملت صندوق للتنمية للشباب، اللي تنمية الشباب، ان احنا دلوقتي اي شاب عايز يقوم يعمل مشروع بيبتدي ياخد من هذا الصندوق. اذا الدولة ما بخلتش ابدا على الفلاحين وعلى الشباب اللي عايزين يقوموا بهذه المشروعات الصغيرة، لان دي مشروع جميل جدا هيعدر عائد مادي كويس جدا، خصوصا الصناعات القائمة على هذه النباتات. لما نيجي نشوف النهارده كده ان هي جهود الدولة في صناعة المستخلصات الغذائية والعطرية، أول حاجة هنقولها، أول حاجة عملتها الدولة إنها مساعدة الفلاح. ازاي؟ انها قدمت الارشادات له علشان يزود معدل الانتاج. الارشادات المقصود بيها ان هي مثلا طريقة الزراعة، التقاوي، مواصفات التقاوي الجيدة، برضو انواع البذور الجيدة اللي هيبتدي يزرع بيها، ازاي ان هو يقاوم الافات، ازاي درجات الحرارة المناسبة لعمليات الري، الكلام ده كله الدولة او الحكومة ابتدت ساعدت الفلاح انها قدمت هذه الارشادات. برضو من ضمن الحاجات البنوك بتقدم القروض للفلاحين، لو في فلاح عاوز قرض عشان يعمل مشروع او يصرف على هذا المشروع، البنوك في تسهيلات خاصة للقروض. برضو عملت انشاء صندوق التنمية الاجتماعية. ليه الصندوق ده مهم؟ الصندوق ده مهم عشان بيمول الشباب وصغار المزارعين. يبقى اما اقول لك ايه هي دور الدولة، مساعدة الفلاح بتقديم الارشادات له لزيادة معدل الانتاج، تاني حاجة تقديم البنوك القروض للفلاحين، تالت حاجة انشاء صندوق التنمية الاجتماعية لتمويل الشباب وصغار المزارعين. برضو في حاجة كمان، عملت برضو البرامج الإرشادية الموجهة، ده عن طريق الإعلام، يعني عملت برامج إرشادية موجهة هادفة، بتقدم إيه؟ بتقدم من خلال أجهزة الإعلام المختلفة عشان بتزود وعي الشباب ووعي الفلاحين بهذه الصناعة. عندنا الزيوت الغذائية. إن شاء الله النهاردة برضو هنتكلم عن جزء مهم جدا اللي هي عبارة عن الزيوت الغذائية. احنا عندنا الزيوت الغذائية دي، الزيوت دي ليها أهمية كبيرة جدا. ايه الأهمية بتاعت الزيوت الغذائية؟ أول حاجة تبص تلاقي تعتبر الزيوت الغذائية مصدر من مصادر الطاقة، لأنها مصدر من مصادر الطاقة للقيام بالمجهود الذهني والمجهود العضلي، دي تعتبر مصدر لصادر الطاقة.
عندنا كمان رفع كفاءة الاستفادة من بعض الفيتامينات. عندنا في بعض الفيتامينات لا تذوب إلا في الدهن، زي عندك فيتامين ألف وفيتامين دال وفيتامين ه وفيتامين كاف، كل دي أنواع اسمها فيتامينات ذائبة في الدهن. يبقى إذن دي بتزود أو ترفع من كفاءة الاستفادة من بعض أنواع الفيتامينات الذائبة في الدهن، ودي خدتوها في مادة الصناعات الغذائية اللي هي أنواع الفيتامينات الذائبة في المية والذائبة في الدهن. المواد كلها بتكمل بعضها. برضو عندنا الفايدة بتاعت الزيوت الغذائية، نجد انها بتحمي الجسم. احنا دلوقتي عندنا الايام دي جو برد، تبص تلاقي في طبقة دهون كده في الجسم، الدهون دي بتحمي الانسان وتخلي بتحافظ على درجة حرارته. كذلك في بعض انواع الاجهزة اللي موجودة داخل جسم الانسان، زي مثلا الكليتين، زي اعضاء الجسم، تبص تلاقيها محاطة بغشاء من الدهون. الدهون برضو بتدي استساغة للطعم، يعني انت دلوقتي لما بتيجي تعمل اي نوع من انواع الاكل، انت لما بتيجي تحط مادة دهنية او تحط الدهن طبعا في الحدود المسموح بيها، هتبص تلاقي بتدي استساغة وبتدي طعم كويس جدا للمادة الغذائية اللي عندك. برضو المادة الدهنية أو الزيوت النباتية أو الغذائية دي برضو بتخلي الإنسان يشعر بالامتلاء وتقليل الشعور بالجوع، لأن الهضم بتاعها بيبقى صعب شوية، وبالتالي الإنسان لما بيكون واكل وجبة فيها نسبة زيوت غذائية ودهنية، تبص تلاقي نسبة الشبع عنده بتبقى عالية جدا. يبقى دي من أهم عندنا الحاجات اللي بيؤدي إلى أو فايدة الزيوت الغذائية. نيجي نشوفها مع بعض كده اللي احنا بنقول ايه. اول حاجة اهميتها هنقول رقم واحد، زي ما انا قلت لك من قيمة شوية، بتمد الجسم بالطاقة اللازمة للمجهود العضلي والمجهود الذهني، دي اول حاجة. برضو رفع كفاءة الاستفادة من الفيتامينات الدايبة في الدهن. وعارفين احنا الفيتامينات الدايبة في الدهن زي ما احنا عارفين، انا شايفة طالب سامع صوته بيقول لي فيتامين ألف ودال وكاف، صح كده. في عندنا حاجة كمان، تقليل الشعور بالجوع وزيادة استساغة الطعام. يعني كلمة استساغة الطعام يعني بيخلي الأكل طعمه كويس، الإنسان مستسيغه ومتقبله. في عندنا دلوقتي أنواع البذور والثمار الزيتية المستخدمة في الاستخلاص. إيه هي أنواع البذور والثمار الزيتية المستخدمة في الاستخلاص؟ عندنا أول حاجة عندنا هنقولها اللي هي نباتات تزرع كمصدر للزيت فقط. برضو قبل ما أتكلم في الحتة دي، في عندنا كذا حاجة، إن إحنا ممكن النبات ده يستخدم أو بيزرع بغرض زيت فقط. زي عندنا إيه؟ زي الخروع. الخروع ده او بذور الخروع ده، نبات الخروع، نبص تلاقي البذور بتاعته 100% زيت، يعني مش هناخد اي منتجات سنوية منها. في عندنا بعض انواع البذور ممكن ان انا بستخدمها علشان حاجتين، ممكن استخدمها كمصدر للزيت وكمصدر للبروتين، نسبة البروتين فيه عالية، زي بذور فول الصويا. بذور فول الصويا بتتميز ان نسبة البروتين في البذرة في وكمان في الزيت بتبقى نسبته عالية خالص، ممكن بتصل ل 45%، ودي تعتبر نسبة كويسة جدا. يبقى زيت فول الصويا انا هستخدمه لغرضين، زيت وفي نفس الوقت مصدر للبروتين. عندنا في بعض انواع الزيوت بستخدمها زيت، بتستخدم يعني في زيت ناتج ثانوي واساسي في انتاج الالياف، زي عندنا ايه؟ زي عندنا بذرة القطن، دي بستخدمها في صناعة القطن. وفي عندنا زيت بذرة القطن اللي هو بنسميه الزيت الفرنساوي اللي احنا هنتكلم عليه كمان شوية. برضو في زيت بذرة الكتان من ضمن البذور اللي بحصل منها على الألياف وأصنع وأحصل منها على البذور. يبقى احنا كده دلوقتي ممكن نعرف ان في بعض البذور زيتية 100%، وفي بعض أنواع البذور ان احنا بنستخدمها في زيت وفي أغراض أخرى. لما نيجي دلوقتي نتكلم على نباتات تزرع كمصدر للزيت فقط، عندنا زي ايه؟ عندنا زي نبات القروع، وانا هوريكم صورة كده لنبات الخروع. زي ما انت شايف كده، اهي منظر الورقة بتاعته واضحة جدا، وعندنا شكل البذرة بتاعت الخروع، ودي البذور دي ما بستخدمهاش غير لاستخراج الزيت فقط. في عندك حاجة تانية اللي هي نباتات تزرع كمصدر للزيت والبروتين، زي ما انا قلت لك شوية ان هي عبارة عن ايه؟ نبات فول الصويا. لما نشوف كده شكل فول الصويا عامل ازاي، او زي ما انت شايف كده عندك النبات الورقة بتاعته اهي،
والبذور بتاعت فول الصويا اهي، وفي انواع كتيره من بذور فول الصويا احنا اهي موجوده زي ما انت شايفها. في عندك نباتات تزرع كمصدر للزيت والالياف، يعني انت بتستخدم الزيت ده ناتج سنوي، الالياف حاجه اساسيه. طب حاجه زي ايه عندنا؟ تعال نشوف كده، عندنا نبات القطن، وفي عندنا الكتان. لما نيجي نشوف الصورة بتاعتهم زي ما احنا شايفين بذور الكتان شكلها عامل ازاي، والزهرة بتاعتها لونها بنفسجي لونها حلو قوي. وفي عندك القطن اهو، عندك اهو البذور بتاعت القطن بتبقى لونها اسود، وتبص تلاقي القطن شايف شكله ابيض. بيتم فصل طبعا الزيوت، والزيوت دي في صناعة قائمة على الزيوت والزغب بتاع هذه البذور. عندنا دلوقتي في تنتج بعض الزيوت من ثمار الاشجار. يعني ايه من ثمار الاشجار؟ يعني انا باخد الزيت من الثمره من اللب. ده هتلاقوها زي ايه؟ زي عندنا جوز الهند، زيت جوز الهند، وفي عندك زيت الزيتون، وبرضه هضيف لها حاجه تانية زيت النخيل. يبقى زيت الجوز الهند وزيت الزيتون وزيت النخيل، دي هتلاقي ان الزيوت دي موجوده في الثمره. بس عندك زيت النخيل بيبقى موجوده في الثمره، بيبقى اسمه زيت النخيل، وفي ممكن بيكون زيت نوى النخيل زي كده عندي كده. يبقى عندنا، طيب اما نيجي نقسم طرق تقسيم الزيوت، عندنا ايه طرق تقسيم الزيوت دي؟ الطريقة الأولى بتعتمد على مصادر البذور، والطريقة الثانية بتعتمد على الرقم اليودي. يبقى احنا دلوقتي عندنا، قبل لما جينا استخدمنا الأول، احنا عرفنا دلوقتي كل نوع من أنواع البذور وإيه الغرض منها. يعني البذور اللي بتستخدم في الزيت بس عرفناها معناها ايه، وخلي بالك لازم تبقى انت عارف المعلومات دي لانها بتجيلك زي سؤال اكمل في الامتحان. خلاص، يبقى عندنا القطن بستخدم منه زيت والياف، القطن والكتان. طيب عندنا الزيت اللي بستخدمه من الثمره زي زيت جوز الهند وزيت نوى النخيل. قلت زيت نوى النخيل، في عندنا زيت، في زيت نخيل وفي زيت نوى النخيل. زيت النخيل ده الزيت اللي بناخده من الايه، من اللب نفسه، من اللب نفسه. في جوه النوى، النوى برضه مصدر كبير قوي للزيت، ودي بستخدمها في صناعه اسمها زيت نوى النخيل. احنا عندنا بنقسم الزيوت تبع لمصدر لحاجتين، اول حاجه مصدر البذور، وتاني حاجه تبع للرقم اليودي. يعني ايه رقم يودي؟ الرقم اليودي هو عباره عن ايه؟ قابليه الزيت للجفاف، قابليه الزيت للجفاف. طب بالنسبه عندنا لمصدر النباتات، لمصدر البذور، عندنا في بعض انواع البذور تعتبر مصدر بذور اسمها بذور حوليه، بذور حوليه. طيب دي زي عندنا في فول السوداني، في عندنا عباد الشمس، وفي عندنا زيت السمسم، وفي زيت حب العزيز. في دي اسمها انواع زيوت تعتمد على البذور اللي هي ايه، الحوليه، اللي هي بتنتج من الحول للحول. طب في نوع تاني من البذور، تقسيم بتنتج من البذور ومصادر، مصادر يعني من البذور والاشجار، ثمار الاشجار. دي زي ايه؟ احنا قلنا زي عندنا زيت الزيتون، في عندنا زيت نوى البلح، في عندنا زيت البلح. كل دي اسمها زيوت، مالها دي اسمها الزيوت او تقسيمه الزيوت. في نوع تاني من تقسيمه الزيوت تبعا للرقم اليودي. ايه تبعا للرقم اليودي دي؟ تبعا للرقم اليودي يعني قابليه الزيت للجفاف. في عندنا بتنقسم لثلاث انواع، عندنا زيوت جافه، زيوت نصف جافه، زيوت غير جافه. طيب دي احنا بنعمل ايه؟ انت المفروض تبقى عارف كل زيت ايه بيكون موجود فين موقعه بالظبط. طب الزيوت اللي هي ما بتجفش، اللي ما بتجفش يعني ان هي لما تيجي تعرضها للهواء الجوي هتبص تلاقي ايه، ما بيحصلش، تبقى تلاقي الزيت سائل، ما بيحصلوش اي حاجه. عندك زي عندك زيت الزيتون، زيت الزيتون من الزيوت اللي هي ما بتجفش. طب الرقم اليودي لها بيكون ليه؟ بيكون اقل من 100. في عندنا في زيوت تاني اسمها زيوت نصف جافه. يعني ايه زيوت نصف جافه؟ تبقى الزيوت بعد مع الهواء الجوي العادي تبتدي تتقل او سمكها بيزيد شويه. طب عندنا انواع كتيره جدا من الزيوت بهذا دي، عندك في عندك زيت السمسم، عندك الحاجات دي كلها اسمها زيوت بتتقل مع انها تتركن شويه.
برضه في انواع تانية من الزيوت اسمها الزيوت الجافة، دي الزيوت اللي هي بتجف، رقم اليودي بتاعها بيبقى اكتر من 140. طيب دي زي ايه؟ زيت بذرة الكتان. وعشان كده زيت بذرة الكتان هتبص تلاقيه بيستخدموه في صناعة الطلاء. في صناعة ايه؟ الطلاء. هنشوف دلوقتي مع بعض تقسيمة دي ازاي والطريقة الرسمة ليها الكروكي بتاعها. اول حاجة عندنا تقسيم الزيت على حسب مصادر البذور. مصادر البذور هنقول ايه؟ زيوت نحصل عليها من بذور نباتات حولية، حولية يعني بتتزرع من السنة للسنة. زي ايه؟ زي عندك زيت بذرة القطن، اهو انت شايفه اهو. في عندك حاجة تانية، في زيت السمسم، ده يعتبر من النباتات الحولية. برضو عندك في زيت اسمه زيت عباية الشمس. برضو الزيت التاني اللي هو زيت اللي هو زيت الخروع. يبقى دي انواع الزيوت اللي بتعتمد على البذور الحولية. زي ايه؟ زيت بذرة القطن، زيت السمسم، زيت عباية الشمس، زيت الخروع. في تاني زيوت بنحصل عليها من ثمار او بذور الاشجار والنباتات المعمرة. طيب زي ايه عندنا؟ عندنا طبعا زيت الزيتون، ده اول واحد. في عندك كمان الزيت اسمه زيت النخيل، زيت النخيل. وفي عندنا اللي هو زيت جوز الهند. يبقى عندك زيت الزيتون وزيت النخيل وزيت جوز الهند، دي زيوت من ثمار الأشجار ودي بتبقى معمرة. خلاص، يبقى احنا دلوقتي عندنا كمان لما تيجي نعمل التقسيمة التانية ان احنا بنقسم الزيوت على حسب الرقم اليودي. طب الرقم اليودي ايه هي؟ اول حاجة عندنا زيوت غير جافة، وخلي بالك الحتة دي بتيجي في الامتحان على طول. رقم اليودي بمعنى ان قابلية الزيت للجفاف. طب عندنا زيوت غير جافة، في عندك زيوت نصف جافة، في عندك زيوت جافة. يبقى خلي بالك كمان ان انت التقسيمة دي تبقى عارفها كويس. لما نيجي نتكلم دلوقتي عن الزيوت الغير جافة، ايه هي الزيوت الغير جافة؟ هي زيوت بتبقى سائلة مهما تعرضت للهواء الجوي. الرقم اليودي لها بيكون كام؟ اقل من 100. تبقى حافظ الرقم اليودي بتاعها. يبقى اما اقول لك ما هي الزيوت الغير جافه، هتقول لي هي زيوت تظل سائله مهما تعرضت للهواء الجوي والرقم اليودي لها اقل من 100. طيب عندنا زي ايه؟ زي عندنا زيت الزيتون، في عندنا زيت الخروع، في عندنا زيت فول السوداني. كل دي زيوت سائله، ما بتبقى تظل سائله على الجو، في لما تتعرض للجو العادي. زيوت زيت الزيتون، في عندك زيت الخروع، في عندك زيت فول السوداني. في تاني اللي هي الزيوت النصف جافه. طب اما نيجي كده نعرف ايه هي الزيوت النصف جافه، هي ايه؟ هي زيوت ذات قوام سميك، يعني عند تعرضها للهواء الجوي تبص تلاقي القوام بتاعها بيبتدي يتقل معاك. طب الرقم اليودي لها بيتراوح من كام؟ بيتراوح من 100 ل 140. خلي بالك الزيوت السائله اللي هي السائله كانت الرقم اليودي اقل من 100، انما هنا الرقم اليودي لها بيتراوح ما بين من 100 و 140. طب دي عامله زي ايه؟ عندنا زي زيت السمسم، في عندنا زيت اللفت، في زيت عباية الشمس. الزيوت النصف جافه زي زيت السمسم، وعندك زيت اللفت، وفي زيت عباية الشمس. الرقم اليودي ليها كام؟ من 100 ل 140، ودي اسمها الزيوت النصف جافة. تبقى حافظ الزيوت عشان خاطر لما تيجي تقول أكمل تبقى عارف الزيت ايه هو، تصنيفه ايه. في عندك زيوت جافة. ايه هي الزيوت الجافة؟ الزيوت الجافة هي زيوت بتأخذ قوام صلب، تبص تلاقيها على طول بتاخد قوام صلب عند تعرضها للهواء الجوي. الرقم اليودي لها بيكون اكتر من 140. خلي بالك من الرقم اليودي. طب دي عامله زي ايه؟ قلنا زي بذور، زي زيت بذره الكتان. زيت بذره الكتان ده بنستخدمه في عمليات الطلاء، لان لما بتيجي بينشف بسرعه، وده المطلوب في عمليات ايه؟ ده في عمليات الطلاء. طبعا دي كده بالنسبه رسم كروكي تقسيم الزيوت النباتيه زي ما احنا قلنا على حسب مصادر البذور. قلنا بذور نباتات حوليه وبذور الاشجار والنباتات المعمره على حسب الرقم اليودي. في عندك زيوت غير جافه، في زيوت نصف جافه، في زيوت جافه، وعرفت كل واحد ايه هو، وعرفت الرقم اليودي بتاعها ومثال لي. لما نيجي نقول اهم الزيوت النباتيه الغذائيه، احنا عندنا
عدد لا حصر له من الزيوت النباتية الغذائية. عندنا في مثلا أهم زيت عندنا، في عندنا زيت بذرة القطن، زيت بذرة القطن، في عندنا زيت السمسم، في عندنا زيت فول الصويا، في عندنا زيت حب العزيز، في زيت النخيل ونوى النخيل، في زيت أنواع كتيرة جدا. لو احنا مثلا عندنا زي زيت بذرة القطن، زيت بذرة القطن ده بنسميه الزيت الفرنساوي، الزيت الفرنساوي. في زيت ده بيحتوي على نسبة فوسفوليبيدات منخفضة جدا، ونجد ان هذا الزيت طبعا لما بتيجي نستخرجه على طول بيكون في مادة او صبغة اللي هي مادة الجوسيبول، ومادة الجوسيبول دي تعتبر مادة سامة بيتم التخلص منها خلال مراحل التصنيع والاستخلاص. طبعا طبعا زيت بذرة القطن ده بيعرف بالزيت الفرنساوي. في عندنا نوع تاني من الزيت اللي هو زيت فول الصويا. زيت فول الصويا هتبص تلاقي ان نسبة الزيت جوه البذرة حوالي من 16 ل 18%، وهنجد ايضا ان الزيت ده بيبقى غني بنسبة بروتين عالية جدا. بس الزيت ده بيفتقر ل يعني غير ثابت، يعني بيتعرض للاكسده بسرعه، وبالتالي بيحصل له عمليه ايه؟ ان هو فساد. فعشان كده في حذر شديد عند استخدام هذا النوع من انواع الزيت. احنا دلوقتي هنبتدي ناخد زيت زيت وناخد الخواص بتاعته ايه، ونعرف ايه هي مواصفاته. اول حاجه اهم الزيوت الغذائيه النباتيه عندك، اول حاجه اللي هو زيت بذره القطن. طيب ايه زيت بذرة القطن ده؟ احنا عارفين ان زيت بذرة القطن ده عبارة عن مخلف ثانوي. يعني ايه مخلف ثانوي؟ يعني اساس بذرة القطن احنا علشان القطن، ولكن ممكن ان هي صناعة ثانوية اللي هي زي الزيت، بنستخدم الزيت ده بيستخرج منه الزيت. طب زيت الخام ماله؟ ده هتبص تلاقيه ممتلئ بصبغة الجوسيبول. جوسيبول دي لابد ان احنا بنتخلص منها لما بينزل عندك الزيت. طبعا في عمليات تتم بعد استخراج هذا الزيت علشان ان احنا نبتدي نتخلص من هذه المادة. تبص تلاقي ان نسبة الزيت في البذرة هتلاقيها حوالي 20%، 20%، ونلاقي ان الرقم اليودي لهذا الزيت من 115 ل 100، من 115 ل 100. ويعرف هذا الزيت اسم الزيت الفرنساوي. يعني لو انا جبت لك سؤال وقلت لك كل ما تعرفه عن زيت الفرنساوي، مثلا اقول لك كده كل ما تعرفه عن الزيت الفرنساوي، هتقول ايه؟ زيت الفرنساوي هو عبارة عن زيت بذرة القطن، طيب يعتبر مخلف من زراعة القطن. ايه الزيت الخام؟ مليء بصبغة الكوسيبول، وتجد ان نسبة الزيت في البذرة حوالي 20%، والرقم اليودي لها يتراوح ما بين 115 الى 100. برضو من ضمن الزيوت المهمة جدا وجميلة اللي هو زيت فول السوداني. برضو زيت فول السوداني احب انوه عليه ان هو فيه فيتامين ه. فيتامين ه ده بيدي له ثبات. طيب زيت الفول السوداني تبص تلاقي ان هو ما بيحتويش على نسبه عاليه من الفوسفوليبيدات. الفوسفوليبيدات دي هي من اللي هي الدهون المركبه، فوسفور مع دهن بيسمى الفوسفوليبيدات، ودي تلاقي نسبه الفوسفوليبيدات ليها بتكون منخفضه. بنستخدم زيت الفول السوداني في صناعات كتيره، منها صناعه المثل الصناعي، وفي صناعه المارجرين. وبتحتوي هذا الزيت على نسبة معقولة من فيتامين اي، ودي حاجة حلوة جدا. طبعا احنا عارفين ان فيتامين اي مهم جدا، خدناها في الصناعات الغذائية ان هو بيمنع الاجهاض او يقلل الاجهاض المتكرر عند السيدات، ويمنع العقم عند الذكور. طيب نجد ان الرقم اليودي لهذا الزيت من 85 ل 100. لازم دي برضو نبذة صغيرة عن زيت فول السوداني. في عندك تاني حاجة، في زيت فول الصويا. زيت فول الصويا زي ما انا قلت لكم، ده زيت فول الصويا ده بيتميز ان نسبة البروتين فيه عالية جدا، 45 ل 50، دي نسبة تعتبر جميلة جدا، ودي تبقى مصدر غذائي رائع. طب انا بستخدم زيت فول الصويا ده، بستخدمه في انتاج المثل الصناعي، بستخدمه في صناعة المارجرين. بدرجة ثبات الزيت زي ما انا قلت لك ضد الاكسدة ليست كبيرة، يعني نجد ان هو ما بيصمدش، بتحلل بسهولة، بيزنخ. عشان كده بنقول ان هذا الامر يجعل استخدامه محدودا في الزيت. طب نجد انه كذلك ان هو الزيت ده بيعتبر مصدر من مصادر الفوسفوليبيدات. نسبة الزيت في فول الصويا في البذرة نفسها كام؟ من 16 ل 18%،
ونجد انه بيبقى غني، غني بالبروتين. البروتين بتصل نسبته لكام؟ بتصل ل 45 ل 50%، والرقم اليودي لهذا الزيت يتراوح ما بين 125 ل 143، ده زيت فول الصويا. لما نيجي نوع تاني من الزيت اللي هو زيت عباية الشمس، اللي هو زيت عباية الشمس. طب زيت عباية الشمس ده ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده اهي، بذور عباية الشمس والزهرة بتاعت عباية الشمس اللي انتوا شايفينها. طب ده بيحتوي على كام؟ تبص تلاقي ان البذرة فيها نسبة زيت كبيرة جدا، نسبة الزيت بتوصل ل 30 ل 48% من وزنها زيت، ده نسبة كبيرة قوي. طب بنستخدم الزيت ده طبعا زي كلنا في رباط البيوت كلهم بيستخدموا زيت عباية الشمس في الطي وفي القلية طبعا، وكمان ويستخدم في صناعة المارجرين والمثلث الصناعي. الرقم اليودي للزيت بتاع عباية الشمس يتراوح ما بين من 120 ل 136، ودي من الزيوت المهمة جدا اللي بنستخدمها في بيوتنا. في عندنا الزيت الثاني اللي هو زيت الزيتون، وده يعتبر ده طبعا كلنا عارفين زيت الزيتون. زيت الزيتون ده برضو احب اتكلم عنه شويه. زيت الزيتون ده هتبص تلاقيه من الزيوت المهمه جدا، ده بيسموه الزيت الطيب، الزيت الطيب. خلي بالك ان زيت الزيتون ده علشان الزيت بتاع بتاع ثمره الزيتون يوصل لك صح ويبقى ممتاز وجودته عالية، لابد ان انت تهتم بالثمرة بتاعت هذه بتاعت اللي هتستخرج منها الزيت. كلما كان احسنت معاملة الثمرة، يعني احسنت معاملة الثمرة يعني الثمرة ما تتعرضش للخدش، طريقة تخزينها تكون هي ما بتتخزنش لفترة طويلة، بس الطريقة اللي بتتحط فيها والتداول بتاعت هذه الثمار كلما كانت بسيطة وممتازة وكويسة، الزيت اللي عندك اللي بينتج بيكون زيت ممتاز. طيب الزيت الزيتون ده احنا بنبتدي نعمله عن طريق المكابس، في مكابس خاصة لزيت الزيتون ده بالذات، مكابس خاصة لزيت الزيتون ده بالذات. زيت الزيتون لما بيجي بيتعصر بيدينا في حاجة اسمها الزيت الناتج من العصرة الأولى، في عصرة أولى وفي عصرة تانية وتالتة، بنكبس بنعصر ونكبس. طيب ده ايه؟ دي تعتبر بيسموه الزيت البكر، الزيت البكر، وده يعتبر من اجود انواع الزيت. عشان كده لما بنيجي يتعمل زيت البكر ده بيتفصل لوحده وبيتباع بسعر تاني لوحده. في تاني حاجه برضو، مراحل تانيه في عمليه الهرس والعصر بتاعت الثمره بتاعت زيت الزيتون، بتبقى الزيت بتاعها بيبقى اقل جوده شويه. الرقم اليودي لهذا الزيت بيتراوح الى 88. طبعا الزيت ده لابد ان احنا بالذات ده بيعتبر زيت مائده. يعني ايه زيت مائده؟ زيت مائده يعني مش للقلايه، بنسميه زيت مائده وزيت سلطه، ده اسمه الزيت الطيب، وده قيمته الغذائيه طبعا عاليه جدا جدا. في هذا الزيت فيه مضادات للاكسده، وفي عندنا برضو بيحتوي على فيتامين ايه، كل دي بيبقى بالذات زيت الزيتون. لابد ان احنا كلما اهتميت بطريقه القطف وطريقه التداول وطريقة ان انت بتنقل الصبر من المزرعة الى المصنع المعصرة، كلما كان الزيت عندك جودته عالية جدا. لكن لو انت حصل ان الصبر اتخدشت او اتهشمت، هتبص تلاقي ده مصدر هيبقى مصدر لنمو الفطريات وللنشاط الانزيمي والاكسجين، وبالتالي تبص تلاقي الزيت جوه الثمره بيتحلل ويتحول لاحماض امينيه، احماض دهنيه حره، والاحماض الدهنيه الحره دي طالما اتوجدت في الزيت معنى كده ايه؟ معنى ان الزيت هذا يعني طعمه غير مرغوب، وبيقولوا عليه زيت مزنخ. يبقى انت تقول ده انت لسه الثمره عاصرها قدام عينيك، ولما جيت تحلل بصيت لقيت نسبة الأحماض الدهنية الحرة عالية، معنى كده إن أنت حصل خلل في الثمرة عندك من ساعة القطف لحد لما أنت وصلتها المعصرة. بنيجي نشوف كده إن هو زيت الزيتون، نجد إن هو بيستخدم زيت الزيتون كزيت مائدة زي ما أنا قلت لك، أو بيسموه زيت سلطة. وبرده زيت الزيتون تلاقيه بيستخدموه في صناعة الصابون، ساعات يقول لك إيه زيت صابون بزيت الزيتون عشان بيحافظ على البشرة ونعومة البشرة وبيغذي الجلد. برده بتحتوي الثمرة على حوالي 20% زيت، ودي تعتبر نسبة كويسة مش وحشة. الزيت طبعا زي ما أنا قلت لك إن هو بيستخلص بواسطة مكابس، في مكابس خاصة لزيت الزيتون، ونجد إن هذه المكابس طبعا بينتج عليه عندها الزيت الناتج من العصرة الأولى اللي بيسموه الزيت البكر، وهو أجود أنواع الزيت.
الرقم اليو دي بيتراوح ما بين 79 الى 88. ده طبعا يعرف تجاريا باسم الزيت الطيب. يبقى احنا عندنا الزيت الفرنساوي اللي هو ايه؟ زيت بذرة القطن. طب الزيت الطيب اللي هو زيت الزيتون. لسه عندنا في برضه نوع تاني اسم زيت هقول لك عليه دلوقتي. في عندك زيت السمسم. زيت السمسم ده بيسموه زيت السرج. زيت ايه؟ زيت السرج. يبقى ده التالت اسم. يبقى احنا عندنا زيت السرج، زيت السمسم، عندنا زيت الفرنساوي، زيت بذرة القطن، الزيت الطيب اللي هو زيت فول، زيت زيت الزيتون. طب زيت السمسم لما نيجي نقول كده نبذة صغيرة عنه، نجد ان البذرة بتحتوي على 44 ل 54 من وزنها زيت. دي نسبة تعتبر نسبة كبيرة جدا، اذا دي بذور زيتية فيها نسبة عالية جدا، 44 ل 54%. بتستخلص فين؟ برضو نفس الحكاية، دي برضو بنستخلص ان الزيت بالمكابس. بالمكابس هتبص تلاقي بيطلع نسبة زيت طبعا. توجد به انواع من المركبات الغير دهنية. طبعا من ضمن مركبات زيت السمسم هناك مركبات غير دهنية. هذه المركبات بتديله سمة او صفة كويسة للزيت. ايه هي الصفة؟ ان هي بتديله مقاومة كبيرة ضد التزنخ. يبقى دي من ضمن السيوت اللي بيتميز بيها زيت السمسم، غير زيت فول الصويا اللي هو بيبقى مش صامد ضد الاكسده، لا ده بقى في مركبات غير دهنيه دي اللي بتديله ايه؟ بتديله مقاومه كبيره ضد التزنخ. طب الرقم اليودي له بيتراوح من كام؟ بيتراوح من 102 الى 116، ويعرف زي ما انا قلت لك بزيت السرج. في عندك دلوقتي في زيت تاني اسمه زيت حب العزيز. طبعا حب العزيز ده البذور دي بتتزرع في الاراضي الرمليه خصوصا في الرشيد. طيب بنزرعه فين؟ بنزرعه في اراضي شبه رمليه. الدرانات بتاعته زي ما انتم شايفين في الصوره دي بتحتوي على نسبه من الزيت. الزيت ده نسبته قد ايه؟ نسبته حوالي 25% من وزنه زيت، وتعتبر يعني هذه نسبه لا باس بها، تعتبر نسبه كويسه. طبعا زيت حب بنجد ان هو بيتميز ان بيحتوي على نسبة عالية من السكريات والبروتينات. طب يبقى ده وده تملي بنميز الزيت ده ان لونه بيبقى اصفر فاتح، وعشان كده لما بتيجي تعمل له عملية التكرير والتبييض تبقى عملية سهلة، لانه اساسا لونه اصفر فاتح. يبقى انا لما اقول لك نبذة مختصرة عن زيت حب العزيز، هو زيت يمكن زراعته، مش الحباية او البذور يمكن زراعتها فين؟ في الاراضي شبه رملية، والدرانات بتحتوي على 25 من وزنها زيت ونسبة عالية، ويحتوي على نسبة عالية من السكريات والبروتينات. وقلنا بيتميز الزيت الخام بلونه الاصفر، وهذا يسهل تكريره وتبييضه. في عندك زيت الذرة، وده بقى الزيت بتاعنا اللي هو موجود في كل البيوت، اللي احنا بنستخدمه في القلية وبنستخدمه في حاجات كتيرة جدا. ده بقى ايه؟ نبص نلاقي ان الزيت ده زيت الذرة بيحتوي على واحد وتلاتة من 1 ل 3% اللي هي دهون مركبة زي اللي هي الفوسفوليبيدات. كذلك نجد انه بيحتوي على فيتامين ه. فيتامين ه ده مهم جدا طبعا، وده مضاد للأكسدة. طب بيعطي مقاومة كبيرة ضد الأكسدة اهو، ده مضاد للأكسدة. يعني كل ما كان الزيت بيحتوي على فيتامين ه يعتبر هذا الزيت مضاد للأكسدة، يعني بيصمد معاك فترة طويلة من غير ما يحصل له عملية التزنخ أو يحصل له أي نوع من أنواع الفساد. طب يبقى تاني. وبعدين إيه؟ نجد إن بيحتوي كمان على كمية قليلة من الشمع اللي هو بنسميه الاستيارين. الاستيارين بتاع بص تلاقي كمية الاستيارين فيه أو كمية الشمع اللي فيه كمية قليلة. ده ليه استخدامات كتيرة جدا، بيستخدم كزيت مائدة وصناعة المارجرين والمثل الصناعي، والرقم اليودي له يتراوح ما بين من 110 ل 130. زيت الذرة دي من الزيوت المهمة جدا جدا، والقيمة الغذائية بتاعتها عالية جدا زي زيت اللي هو زيت الطيب اللي هو زيت الزيتون. في عندك زيت النخيل. زيت النخيل عندنا يعتبر ثمرة البلح. طبعا احنا عارفين ان البلح بيدي نوعين من الزيت، قلنا زيت ناتج من اللحم الثمرة، ودي بتبقى 50%، يعني اللحم بتاع الثمرة دي 50% زيت. طب في تاني بيبقى زيت ناتج من النوى بتاع الثمرة،
دي بتبقى نسبة الزيت فيه من 44 ل 53، بيسمى زيت نوى البلح. يعني ما اقول لك ايه زيت نوى البلح، ده اللي بيبقى جاي من النوى، لكن لما اجي اقول لك الزيت بتاع اللحم او اللب، ده بيبقى ده زيت اسمه زيت النخيل. يبقى انت تبقى عارف دلوقتي دي كلها معظمها انواع من البذور الزيتية اللي المفروض ان انت تاخد بالك منها جدا، برضو ان انت عارف. برضو من ضمن الزيوت اللي هنتكلم عنها مرة تانية، اللي هو زيت اسمه اللي هو في عندنا زيت جوز الهند. برضو دي من ضمن او مجموعة كبيرة جدا من الزيوت، احنا خدناها، خدنا حاجات كل واحدة والسيمة بتاعته ايه والاسماء بتاعتها ايه، خدنا ازاي نقسم الزيوت تبع للمصدر وتبع للرقم اليودي، وخدنا اهم الصناعات القائمة على الزيوت، سواء كان في الصناعات الغذائية او في الادوية او في العطور او في المبيدات الحشرية او في صناعة لعب الاطفال. كل دي صناعة قائمة. عرفتوا قد ايه مادة المستخلصات الغذائية والعطرية مادة سرية وصناعة كبيرة جدا؟ أتمنى من أعزائي الطلبة إن هم يكونوا استفادوا من هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم مرة تانية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.